يا خوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم افتراء بزاف ديال العجب كاين في هاد كونامي. هادي صدماتنا بعوده احسن باكين في يعني في قبل باكاجات اي جيس ميسي ديال عام 2009 اللي كان طاح فيها ديك النسخه، وميسي تاع عام 2015، وميسي ديال الارجنتين. وعاوتاني خصنا نشوفوا ما هي ملونه باش يجيك شي نسخه واحده من هادوك، مع تفتيح بزاف ديال لي باك، دولي اسبوع، دولي اوروبي، كادوات، دولي فاندوسكي فابور، هادشي كامل غتشوفو معايا في هاد الفيديو هذا. ولا مزيان نطول عليكم بزاف، ليتس جو. الخوت كيف ما كتشوفوا معايا هنا، حاطين اول حاجه باش نوريكم لي فاندوسكي اللي كان جا، ديرو في التشكيله الاساسيه. غنشرح لكم كلشي، الايفنتات اللي حطوا على لي باك، على شحال من حاجه. المهم لي فاندوسكي اللي حطوا راه هو هذاك ديجا طورتو، لعبت بيه باش نتيستي كيفاش داير، بحكم انه ما عندي حتى شي نسخه تاع ليفاندوسكي. هذه اول وحده بغيت ناخذ هذيك تاع الجي بي، فهمتي، حتى تكون شويه ناقص. المهم عندك الوعي الهجومي عطاك اولا 96، بول كونترول 85، الفينيش 92، الهيدين 83 شويه، ما تبقى كلشي 80. المهم هو كراس حربة راه مزيان، راه كاينين شي بحال مثلا هاري كين البوستر اللي عطاو في هذاك الحدث احسن من ليفاندوسكي هذا اللي عطاو هنا في ديال زعما كاين الكادو احتفاليه ديال 750 واحد تيليشارجا اللعبه ديال بي اس ديك السيادات. وعطينا حتى بالنسبه للشوب عاوتاني داروا معنا بروموسيون، ها هي بالنسبه لشي واحد الا بغى يشري زعما كاينه 48 كوينز ب 44 درهم، اما 44 درهم ف بلا بروموسيون راه كتعطيك غير 550 كوينز، دونك هادي مزيده عليها بالدوبل. بالنسبه للي باك انا نوريكم لي باك اللي عطاو، ونوريكم شنو ربحنا حنايا من التحديات. عطاو هذا باك تاع ميسي اللي قلت لكم، ما عرفت كيفاش ترجع. المهم احسن نسخه بالنسبه لميسي على حسب هاد الطاقات اللي حاطين في بياس راه هي هادي. اما بالنسبه للنسخه المفضله عندي في ميسي هنايا كاع الفيرسوات اللي دار يان كراميسي. اما بالنسبه لدابا شوفوا دابا عندك جوج ديال الارجنتين وديال الباس، هادو بجوجهم ناضين. فاش كانوا حطوا الباك اول مره كان جاني سيرجيو بوسكيت، جاني اوتوميندي، سانشيز. اوتوميندي صراحه صدق حتى هو بحال شي جريتش واعر، عرفتي كاع الطاقات ديالو الدفاعيه 90. غنشوفو دابا الباك الاخر، عطاو هذا ديال لعابة الاسبوع، تشالوغلو، غونزالو راموس. المهم والصدمه هي انه فاش هبطت لتحت نشوف باقي اللعابه لقيت حاطين حتى مارسيلو، يعني هاد البطاقه نادره ليه، يعني قليل فين غيحطو مازال، يعني تقدر تكون هادي اخر وحده. بالنسبه للاوروبيان كلوب زعما اللي خسروا في شامبيونشيب شامبيونز ليك، حطو كفالديول حيت باركا على الريال ديك البيت بروساج، حكيمي ملي دار اسيست الاخير لمبابي في ديك المرتده، المهم تفرج في الماتش حتى غيفهم. فالفيردي حتى هو كان باركا على السيتي، ديمبيلي الخائن صدق بحال لويس فيغو، غابرييل جيساس، برناردو سيلفا، غريزمان، ورافينيا. هاد النسخة هادي انا كنت متوقع غادي يحطوها حيت باركو جوج بيوتا قدم واحد الاداء زوين. بالنسبة للكادو الاخر اللي عطاونا، يعني هاد لعبنا واحد التحدي، عطاونا ثلاثة الفتحات تشوف شكون غيجيك من باك تاع انترناسيونال. عطاك واش لاتارو مارتينيز، باريلا، دي ماركو. دي ماركو الصراحة باقي ما عنديش، يعني الا جاني دي ماركو راه مزيان. تشالوغلو و بافارد، يعني ما كرهتش انا يجي هادي ماركو. باك تاع البايرن اللي ما فيه والو. الدوري الانجليزي كما قلت لكم بقى فيه غير هالاند. الدوري الاسباني خديت فيه ديونغ. والكادو الاخر اللي عطاونا يعني ثلاثه تفتيحات على حكيمي، لوكاتيلي وغوميز، يعني هاد الثلاثه هادو عطاو لنا فافور من واحد ميسيوات اللي غنوريكم دابا فين غادي تحدوهم. جبتي الميسيو كتمشي لهادي دير تشيك، يكون هنا واحد الميسيوات بحال هكا. قلت لكم يعني حتى اللي ما عرفش يقرا هادشي بلونغلي ولا بالعربيه ولا ما فهمش البلان شنو، كيمشي غير الميسيو ديال تشيك غيوريك على مثلا اي كتبه كيما طلعت لي في هذيك الميسي، غيدير تشالنج هما غيصيفطوك نيشان البلاصه فين خاصك تحد فيها. من بعد كدير كونتيني، كيعطيوك داك التحدي، كتقاد الاكيب ديالك، كتنظمها صافي، كتمشي تلعب على حسب داكشي اللي ربحتي راه كيقيدوه لك، وكدير كليم لكلشي حتى وكان تاخذ الكوينز، حيت حنا الهدف ديالنا من تحقيق الميسيوات هو الكوينز. ولا كان شي باك بحال هذا، هو دابا هنا عطاونا باك فابور، يعني دابا غنبداو بتفتيح باكاجات هما الاولين، نطوروا اللعابه اللي جاونا جداد ونمشيو للديفيزيون عاوتاني، وعلى الله يجي ميسي على الدقه الاولى. اوكي بسم الله، نبداو بباك ديال لعابه الاسبوع، ليتس جو.
ديش مع الأذان الله كبار ضخ دار الوصف في التيران ما تكون هذا غريب. تروسارد حاطينو حتى في ديك اللعيبة تاع الشوب 93 كيوصل هنا كيتزاد في الإيكيب. تروسارد ما عرفتش غيكون واقيلا من الناس الباك اللي تحت واخا كنت بغيت انا الصراحة يجيني مارسيلو نشوف فين شي يجي تروسارد وما يعطيونيش مولر ها ما يجيش يدي مولر انا يعطيوني اللي كان وبقى فيا الحال. هاد اوروبيان كلوب ما غاديش ندير التفتيح ديالو حيت الكوينز انا دابا ما حد ميسي جا عاوتاني كيخص ضروري نجمع الكوينز على قبل باش نبقى نفتح ليكم داك الباك تشوفوا 55 لعاب شويه قاصحه كون حطوها 50 لعاب مازال بحال كيما دار فرومال. شكون هذا؟ وات ذا فوك جاني دي ماركو قلت بغيته هو بوحدو اللي بغيته حق الله بلان جاني على الدقه الاولى. اوكي دابا الشيء الاخر صافي ماشي مشكله يعني او لعيبات يقري جلاو طار بافار ديجي عندي واقيلا ما عرفت لي مهم حيد زيد سكيت هالو جلو صافي بلان سان هالو جلو او داكشي زوين او داكشي زوين. نشوفوا هنا هادو اصلا فابور بثلاثه دونك ما كاين لا سقط نبين لكم هادي الكاتير اللي جا هو الاول صعيب باش يجي كيميسي من الدقه الاولى ولا سي كيما هنا ماشي مشكل يعني واخا ما يجيش غادي نقدو عاوتاني شي كوينز ولا نشوفو ندبرو على شي تويتي راه حتى هاد النسخه هادي بزاف نادرا ما غادي تلقاها عارف راسي زهري مع ميسي محال غادي يجي دونك جوج فتحات بايدين ماشي مشكل. المهم غادي نمشيو دابا نطوروا دوك اللعابه المهم دشنا الباك من هنا قدام ان شاء الله يقدر يجي عاوتاني. المهم انا عارفكم غادي تلفوا تقولوا او هذا كيفاش كان لابس توني تاع البارسا وشويه جاي لابس قبيه كده لا غير هو فاش كنت لابس توني البارسا هذاك نهار اخر وهذا نهار جديد عاوتاني يعني البلان هو انه انا جيت ملي كنت سبينيش باك تاع ميسي جديد اللي حطو يعني ما جا فيه حتى شي واحد قلت علاش لا نجرب انني نشري كوينز ونشوف دابا شريت 545 كوينز يو نو يا بسم الله يا رب يجي ميسي ان شاء الله يا رب كي فهمتي الضو ما كاينش ما كاين حتى حاجه اذا هذا لعب عادي كوتس طبيعي الحال في السبين الاول غيعطوك لعب عادي باش ندير الصوت خصني ندير الصوت هادشي كينفع في الصوت يلا يا ربي يا كمان نشوف ولكن هادي زيت ولا شو باقيين ثلاثة المحاولات ان شاء الله يكون خير. المهم غادي نخليها لكم نتوما الصوت كي زعمك ولكن شكل هادشي عاوتاني فهمت الصوت كيخليك تشوف شي حوايج تسمع زعما تقول وا راه جاك ميسي لعيبات حتى كتصدق مفاجئ بشي حاجه اخرى مزيكا باقا نبغي تسالا هو فاش كيجي اصلا كيسمع واحد الصوت شكي هذا وقال يا ربي يا ربي واه شي من ديك خمسة المحاولات كاملة كتبقى لك وحدة مشكلة هو ميسي اصاحبي صعيب باش طيح فيك شي لعاب نسخة نادرة صعيبة بزاف لو بقات محاولة وحدة في نظركم واش غيجي ولا لا وقف الفيديو كومونتي يا بسم الله يا كلشي وكلشي عالم بيضاء واو برو لك وات ذا فا انشوف شكون اقرب واحد لي اد كوكو سولما وا شو وبعد في الباك اللي فات راه في المره الاولى كان عندي الزر شويه كان جا في طاحو في هاد الهايلايت كان طاح في اوتوميندي وبوسكيس والو دابا او البلانك لي مشكلة وعطونا كوينز دابا
دابا التنين كيعطوك محاولة وحدة في التنين، إلا بغاو يتعاملوا ويعطوك مازال شي كوينز باش تبقى 50-50 تمشي باش تجمع عاوتاني. حيت أنا دابا واخا نجمع 50 كوينز غيبقى خاصني مازال 5 كوينز، غتجمع عندي 95 في التوتال، دابا عندي 45. أما بالنسبة للحدث تاع الخميس اللي هو آخر نهار غادي يكون فيه هاد الباك، خميس أصلا ما غاديش يخليوك تسبيني فيه مازال، حيت في الليل تيكون ميزاجور تيحيدو تا دوك لي باك، يعني الجمعة تيعطوك الخميس بالليل زعما كيعطوك ايفنتات جداد كلشي كتفيق. اودي هادشي مخربق والله حتى مخربق، باغي نمشيو ناخدو كاع اللعابات الجداد اللي عندنا. فعل اوردر اوف ساين ان وصل 97، نايس. شوفوا الطاقة ديالو، اوف كورس غيكون دفاعي وكتر من هجومي، 92 سبيد، 87 اكسلريشن، 97 كيكين باور، وات ذا فاك، 83 بالانس. شنو عندو سكيلز؟ كناكل شوت، ديفين شوت، لونجلي شوتين، فيرست تايم شوت، كلشي ديال شوت، بين بوينت كروسين، اوتسايد كورلر، اكروباتيك كلارنس، ناضي. او تقدر مازال تزيد لي شي سكيلز اخر. اوكي نمشيو عند حكيمي. حكيمي قبل ما نطورو غادي نمشي نقارنو مع النسخة اللي عندي، دي مالكو طورتو حيت ما عندي حتى شي نسخة ديالو. حكيمي غنقارنو بهاديك الابليكاسيون ونشوف. عندك هو هذا ديال الباك ديال ميسي، لو كومبار مع حكيمي هذا. تسعود وتسعين سبيد، واحد وتسعين اكسلريشن، ستامينا تقريبا، يعني بحال شوية، غير بالنسبة ل يعني الدفاع حكيمي اللي عطاو دابا بالاحتفالية الاخر، بالنسبة لهداك ديال الباك ديال ميسي حكيمي كيتفوق عليه غير في السبيد شوية، يعني ما ماشي شي حاجة. وبالنسبة للدريبل يعني كلشي احسن منه، صافي حكيمي اللي عطاونا هذا مزيان، حكيمي اللي عطاونا فابور مزيان، دونك غادي نطورو وغادي نقصرو به. حنا نجربو دابا هاد خمسة لعاب هادو اللي جاونا ونشوفو البلان كيفاش غادي يكون في الديفيزيون. ليتس جو. غادي تفلك اول واحد غنتلاقى معاه مسمي راسو العلندس قمقام الغضنفر. هو ملعب ليفاندوفسكي اي ام اف، وات ذا فاك، تزيد الخطة هادي انيري انيري. عندو هالاند تعجب وخطة، غنشوفو السي العلندس شنو غدير معانا. سير يعني هاديك التوينج كيتشاب، ولا عازل الباسون، عازل الاف سي بازيل بلان. اوكي يا بسم الله سير على ليفاندوفسكي ميس. ايوا نعاه شكون غنزرب عليه. سير 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 سير، يلا ديما غير ديالك. هاي 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 اوتسايد، اول 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 باسكا نايس، قاي حط لي ناضي. الله اكبر، كيم باور صدقة، شي مشكل. بوك لصق، هاي ما كنتعطلوش حنا ما كنتعطلوش، صح بغي هداكشي. هو الدفاع عنده يمكن ما ديرش مجموع، ما عندوش داكشي متراكم في الهجوم. واعر اي اي يا دبر عليه، دابا غيلعب معايا سكيلز. كوفرا ولا هو ما بلانش ايه مع التونيت كتشاب، هو مشكلة. هاي باس الوسط تادا عندو كيكين باور، تادا تادا سيقن حابس اسحاب الكهاج وباكي. الله ميسي انفراد
واتفق ضربته بشوية انا مع الاخر اصلا زلق دلك زلق عليا صافي كي. انا عرفت مين صغير يزمر حتى لان النسخة الصغيرة كي كيجري هاي صحاب اليوم دابا اللي لعبش معايا بميسي صغير صحاب اليوم واش جاني من الباك جاني شحال هادي هذا تاكويزي تاكويز هالو زعتر نادي حكيم اوه وديز ديك باس دابا كي دير مهارات كنجرب دابا لعبة جداد عنديش مهارات بزاف ترساد دي ماركو نجرب نشوفو الدفاع ديالهم لعيبات عابل العتيب تاع سانجمون دخل نيمار وتشوف شوف باس كي رفسة واش حال نكليكا شي كامل سير على صحاب لينا واش هذاك اللعب ديال تاع تقريبا شلا دا نايدا تما الله على حكيمي با 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 ولا هاكا لا واد غيادي ماركو نيري تسبب لي في مرتدة ناضي ضرب يلا شاكويزي سيدا شاكويزي هاهو ليفاندوفسكي خاوي تير هبط ليه الدقة شكون هذا ماركينيوس ماركو راه بوستك هذا كيلعب على العرضيات هذا كيلعب على العرضيات عندو هالاند طويييييي نوت هو نيت يلا بحال هكا دارو الباري هاي حكيم دار البال في مبابي مع لعب ضدنا بس اودي ماتش كي داز سيرتي تروسارد التحركات ديالو شوية ما قومش ماشي ديك واو تا هونغلو تا هو مزيان ليفاندوفسكي نايس كاين نديرو مثلا هنا نديرو هنا هو اللي كيلعب اصلا كلشي بالنسبة لشكون اخر عاوتاني خصو يخرج دي ماركو كيقصر مزيان باقي مزيان غادي نجربو حيد غوميز يو بلاصو كوستا كورتاش خاص شي واحد في الدفاع يصدق تاني حيدو دعيا وانت كاين صافي منكتروش بزاف الدقائق الاخرى المهم بالنسبة كتحركات زعما داكشي مزيان عندك حكيمي ان شاء الله نقولو دي ماركو غوميز كيزبالي بعض المرات يعني ماشي واحد المدافع اللي غتعتمد عليه ولكن الا كان حسابك باقي الله جديد يلا بديتي اوف كورس راه هاد اللعابات غادي يكونوا مزيانين لصالحك بالنسبه للناس اللي عندهم كونط عامر ايكيب تروسارد ما عجبنيش دي ماركو مزيان شويه تقدر دير سونجمون نكسر هالو غلو وحكيمي عارف ثلاثه اللعابه من بين تالي ليفاندوفسكي ناقص هاد النسخه هادي راه ماشي بحال النسخات الاخرين مخرجين اللي تاع البارسا وديال شي لعابه اسبوع اخرين يعني هادي شي شويه ناقص المهم جربنا طرح ديال الديفيزيون شفنا البلانات راه باقي مازال غيكون شي تفتيح ديال الباك ميسي يعني باغين هاد ميسي هذا خاص ضروري غادي يجي في التعلية ديك المره دابا ما غاديش يجي ملي عطاونا فرصه اخرى خاص ضروري سبينيو عليه وغنصور لكم فيديو اوف كورس المهم نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا دوزو وقيته زوينه ما تنساش واحد لايك سبسكرايب كومون نشوفكم فيديو جاي يلاه فرصه بيس اوت الغدا نفرط قصر شي اونلاين